دفعا للمبادلات التجارية التونسية الليبية وتيسيرا لعملية انفتاح منتوجات البلدين على الأسواق الإفريقية والعالمية، تم تنظيم لقاءات مهنية مباشرة بين ممثلين عن مؤسسات اقتصادية بكل من تونس وليبيا. احنا حققنا أرقام مهمة في سنة 2022، تقريبا 970 مليون دولار رقم المبادلات التجارية البينية بين تونس وليبيا، ونسعى إلى تنشيط المسألة هذه وتعزيز التعاون التونسي الليبي، شراكات تونسية مؤسسات وشركات تونسية مع مؤسسات وشركات ليبية لتطوير رقم المعاملات هذه. اللقاءات المهنية هذه اليوم هي تندرج في إطار تنفيذ خطة عمل 2023 بين مركز النهوض بالصادرات التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي. تونس هي شريكنا الاقتصادي الهام بالنسبة لليبيا، وهي الشريك الاقتصادي الأول عربياً. نحن في ليبيا نعتمد اعتماد كامل عند بما يخص الواردات. غالبية السوق الليبية هي المعتمدة على الصناعات التونسية. تونس من الدول المتقدمة في مجال التصدير، ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى أن تستفيد الشركات الليبية من خبرة الشركات التونسية المتقدمة في هذا المجال. وتهدف لقاءات الشراكة الثنائية التونسية الليبية أيضا إلى تذليل الصعوبات التي تواجهها المبادلات التجارية من ليبيا في اتجاه تونس. ولا توجد أي عراقيل تواجه المصدرين التونسيين عند توجه بسلعهم إلى ليبيا، وإنما العراقيل هي العكس، هي عند دخول المنتجات الليبية إلى تونس. هناك يعني نشدنا السلطات التونسية عن طريق وزارة الاقتصاد بوضع حلول لهذه العراقيل والتي تواجه المصدرين منها، أحيانا بهدف حماية المستهلك، وأيضا أحيانا بهدف حماية المنتج المحلي في تونس. وبناء على ما تتضمنه خطة العمل المشتركة، يعمل مركز النهوض بالصادرات في تونس بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات الليبي على تعزيز سبل التعاون الثنائي لاكتساح الأسواق العالمية سيما منها الإفريقية. إن شاء الله يكون تواجد الشركات التونسية والشركات الليبية معا في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة مع الإمكانيات اللوجستية المتاحة عن طريق الطرق البرية عبر ليبيا، يكون عندنا تواجد مهم في أسواق كما النيجر كما وبقية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ولتطوير عمليات التصدير التونسية الليبية في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء ومختلف الدول الأخرى، تدور على مدى يومين نقاشات مباشرة بين 80 مؤسسة تونسية مصدرة و30 مؤسسة ليبية ناشطة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.